العسل الأسود الذي ينتج في محافظة قنا المصرية. هذا المنتج التقليدي كان يصدر إلى خارج البلاد لوفرته، لكن صناعته الآن تواجه بعض المشاكل، وبسببها أغلقت عدة مصانع لإنتاجه. نحن هذا من أجدادنا، من جدنا الأبونا لنا إحنا. فالأول كانت المصانع دي تشتغل بالعصافير بالبقر، بعدين طورت بقت آلات المكن. احنا بيبدأ موسم العصير من شهر 11 لغاية شهر 5 بيبدأ الموسم. الجرار يروح الغيط يجيب القصب من الغيط، طبعا يكون في ناس هناك كاسر ومقشر القصب ونظفاه، يجيب الجرار يخش على العصارة والعمال تشتغل والعصير ينزل في الحضان الغذانات الحضان دي، ومن الحضان دي نرموه على الحضان اللي هي تطبخ العسل.